حضرتك، انا عندي بيت والدي ها وهو دورين، وانا بنيت فيه في الدور الثالث، يعني انا اللي سلفته كله تمام. فانا دلوقتي في ورث، ورث يبقى ازاي؟ كيف؟ كيف قاعد السؤال؟ انا بقول لحضرتك يعني انا دلوقتي لما اجي اخد ورثي تمام، اخد زي انا باني دوري بفلوسي انا، لكن استفدت من الارضيه. تمام. اذا انت تحسب ثمن الارضيه، البيت كم طابق؟ ثلاثة. يبقى كل طابق له ثلث الارض، احسب ثلث الارض بكم ويرجع لعموم الورثه. تمام. السلام عليكم.